بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من هنا العاصمة. أنا لما جبريل أكون مع حضراتكم على مدار هذه الحلقة. حين حلقة النهاردة هي حلقة مليئة وغنية جدا. نتكلم أنه في البداية طبعا كالمعتاد هي متابعة لأبرز وأهم الأخبار على مدار هذه الفترة محلية وعالمية وإقليمية. الجزء الثاني أو الأول هيكون عن متابعة لمبادرة اللي خرجت مؤخرا لتحرش القضية اللي يمكن اشتهرت على السوشيال ميديا وغيرها، قضية فتاة التجمع الخامس والشخص الذي يمكن قام بهذا الفعل، ومؤخرا ومستجدات هذه الأزمة أنه بالفعل رفع قضية على الضحية لغاية دلوقتي. الجزء الثاني هيكون عن أزمة سلاسل الصيدليات واللي كان ليها متابعة من كذا يوم، ونتابع مع حضراتكم هذه الأزمة من أطراف متعددة وأطراف مختلفة. هل هي أزمة فعلية؟ هل هي ليها أبعاد مختلفة؟ البعض يقول إن ليها أبعاد يمكن سياسية وقانونية وغيرها. خلوني أبدأ مع حضراتكم في متابعة لأبرز الأخبار على مدار اليوم. في البداية طبعا كان هناك لقاء و توقيع مذكرات تفاهم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الفيتنامي تران داي كوانغ، والحقيقة أنه هذه الزيارة تمتد من 25 وحتى 28 من أغسطس أو من الشهر الجاري. الحقيقة أنه هي أول زيارة لرئيس فيتنامي تعقد على هذا المستوى. صاحب الرئيس خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى، بنتكلم من وزراء صناعة، زراعة، تخطيط، استثمار، وفد تجاري كبير أيضا من ممثلي الشركات الفيتنامية في قطاعات مختلفة. جمع بين الرئيسين جلسة مباحثات مشتركة تم تناول فيها العديد من القضايا المشتركة، وقضايا ثنائية، قضايا إقليمية، وطبعا قضايا ذات اهتمام مشترك. الحقيقة أنه اليوم شهد وتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات. بنتكلم عن مذكرة تعاون بين المعهد الدبلوماسي المصري والفيتنامي، مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية، مذكرة تعاون مجال البترول، مجال الزراعة، ومجال ترويج الصادرات، واتفاق التآخي بين محافظات مختلفة في البلدين. أيضا بنتكلم أنه تم الاتفاق على عمل معا من أجل عقد دورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة في القاهرة، ويمكن أيضا تم الاتفاق على وجود شكل تباحث وتعاون بشكل أكبر بين البلدين في الفترة القادمة. ممكن نذهب لنتابع جزء من كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بين الرئيسين. نتابع. لقد عقدت وفخامة الرئيس جلسة مباحثات مثمرة ومتميزة تناول سبل تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، فضلا عن التعاون في إطار المؤسسات الدولية، واستعرضنا القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تناولت هذه الجلسة بحث تدعيم العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وسبل مكافحة الإرهاب وفتح الأسواق الفيتنامية أمام الصادرات المصرية، وكذلك تنشيط التبادل السياحي والثقافي بين البلدين. ولا يفوتني في هذا السياق أن أشير إلى ما لمسته من اتفاق بين توجهات دولتين على تحقيق الاستقرار والأمن والسلام، وما توليه كل من مصر وفيتنام من أولوية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار فإنني أؤكد لفخامة الرئيس تران داي كوانغ الاهتمام الذي نوليه لدعم علاقاتنا مع فيتنام لما لها من ثقل إقليمي بارز وإمكانيات كبيرة، كما أؤكد لفخامته تقديرنا لدعم فيتنام انضمام مصر لاتفاقية الصداقة والتعاون مع رابطة الإسيان، تلك الخطوة التي ستساهم في دفع العلاقات مع دول الرابطة إلى آفاق جديدة وتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات والاستفادة من تجارب تلك الدول التنموية الرائدة. كما أعرب لفخامة الرئيس عن ترحيبنا بتكثيف التعاون والتنسيق مع دولة فيتنام خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 بما يحقق مصالح بلدينا والقارتين الأفريقية والآسيوية.
خبر آخر مشاهدينا الكرام، وهو طبعا عن تجدد أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة. كانت المسألة اتجددت تاني، يعني احنا كان في تاريخ لهذه الأزمة قبل، تحديدا قبل كأس العالم. بنتكلم كان في تضارب عن إعلانين مختلفين على طائرة رسمية للمنتخب المصري، وكان حصلت أو بدأت الأزمة قبل كأس العالم، واعترض صلاح والإيجنت أو المحامي الخاص به أنه هذه المسألة بتضر ماديا ومعنويا لمحمد صلاح، وكان حصل خطابات متبادلة بين الطرفين، وانتهت الحقيقة بتدخل سياسي وبتدخل وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز قبل كأس العالم، والموضوع هدي والناس هديت ودخل كأس العالم، ويمكن كانت أزمة كان ليها واقع شديد على المواطنين. الحقيقة أنه الأزمة دي اتجددت بين نجم المنتخب المصري محمد صلاح ونجم ليفربول، ويمكن كان امبارح كتب تويت انه ما حدش بيرد عليه من الاتحاد، انه هو ليه مطالب كان بعث بيها المحامي والايجنت الخاص بيه، وانه ايه السبب يا جماعه انه ما حدش بيرد عليا. بناء على ذلك كان اجتمع او اصدر اتحاد الكره انه هيجتمع علشان يخرج ببيان للرد على محمد صلاح على هذه المساله، وبالفعل رد عليه محمد صلاح من جهه اخرى انه بعد هذا الاجتماع هيخرج بلايف. خلينا نتكلم انه هذا الاجتماع خرج بانه يمكن انه هناك حرص على اللاعب الاهم، وانه هناك طرف ثالث، ويمكن مساله الطرف الثالث دي اتكررت خلال البيان بشكل كبير، وانه يمكن الخطاب ما كانش بشكل لائق توجه للاتحاد الكوره، وانه يمكن اتحاد الكوره مش هيسمح لاي طرف ثالث، زي ما ذكرت لحضراتكم هذه الكلمه تكررت كثيرا في البيان، انه مش هيسمح لطرف ثالث انه يخش بين الطرفين ويثير مشكلات ملهاش لازمه دلوقتي، وانه اتحاد الكوره عدم الرد على المخاطبات الا في اطارها المناسب. بنتكلم برضو انه مصلحه كره هي الابرز او هي الاهم بالنسبه للاتحاد، وانه هذه كلها مشكلات يمكن ان تحل، وبنتكلم انه برضو زي ما ذكرت لحضراتكم انه مصلحه افضل لاعبي هي كل ما يهم الاتحاد. الحقيقه انه بعد ذلك خرج محمد صلاح بثلاثه لايف فيوز من على الصفحه الخاصه بتاعته على فيسبوك. ابرز مكان في اللايف فيو الاول انه بيشرح وجهة نظره، وانه المسألة مش شخصية بالنسبة له، وان المسألة ملهاش علاقة بشخص محمد صلاح او مشاكل محمد صلاح، ولكنه ثرد المشاكل اللي حصلت خلال معسكر كاس العالم واللي يمكن كلنا تابعناها، ولكن كان دايما رد اتحاد الكرة ان ده ما حصلش وده مش حقيقي، ولكن هو اكد انه ده كان فيه حقيقي، كان فيه اختراقات، كان فيه المعسكر، كان فيه قلة التزام بشكل كبير، وذكر انه هو كان بيتكلم او المطالب اللي كان طالبها هي ليها علاقة بمنتخب مصر ككل او اللي لعيبك وكله، ملهاش علاقه بشخص محمد صلاح فقط. دي كان كلها يمكن ردود جاءت في اللايف فيو لمحمد صلاح. يمكن قال كمان انه كان في بيان خرج بالامس من اتحاد الكوره وتم تكذيبه، لكن محمد صلاح قال في اللايف فيو انه هو متاكد انه حقيقي وانه خرج، ولكن تم تاكيده او تم تكذيبه عفوا، ولكن على اي حال انه بيكلم عن البيان الجديد وانه مش مفبرك بيان اللي خرج بالامس. يمكن بيتكلم برضو انه مش بيوجه اتهامات لاشخاص معينه، ولكنه بيتكلم في مصلحه الفريق ككل، انه محتاج يبقى فيه التزام اكثر، محتاج يكون في حراسه بشكل اكبر، محتاج ما يكونش يكون في التزام بشكل اكبر للعيبه ككل ومش محمد صلاح فقط. طب نروح نذهب نتابع جزء من اللايف فيو اللي خرج بيه محمد صلاح، وما ثلاث اجزاء الحقيقه، ممكن ناخد مقاطع من الجزء الاول. تفضل. النهارده طبعا انا بعمل فيديو ده عشان بس ارد على الحاجات اللي حصلت خلال اليوم او اليومين اللي فاتوا دول. اتمنى ان كل حاجه تبقى واضحه للناس. انا اكيد مش عايز ادخل في صراعات ولا في مشاكل ولا اي حاجه، بس اللي حصل ده طبعا سمعت من وجهه نظر واحده، فلازم تسمع من وجهه نظر انا كمان، وانا شايف الموضوع ازاي، وانا ما بتكلمش باسمي كصلاح بس، ومش عايز اظلم اللعيبه معايا. انا في كابتن فرقه وفي لعيبه كبيره وقديمه عني في المنتخب كان ليها الحق انها تتكلم بالنيابه، يعني بالنيابه عن اللعيبه، فانا بعتذر لهم الاول، بس انا بتكلم على حاجات بشوفها مع اللعيبه وشكاوى بشوفها مع اللعيبه محدش بيتكلم عنها. فانا لما جيت اتكلمت في الموضوع ده اتكلمت فيه من زمان. في كذا نقطه انا كاتبهم طبعا عشان ارد عليهم عشان الرد يبقى واضح بالنسبه لكل الناس. اول نقطه بس بالنسبه لي اسهل طريقه للتضليل هي تشويه المشكله، وانك تشوف المشكله بسيطه، وانك تشوف المشكله مع صلاح،
انا افتكرش ان في مشكله معايا شخصيه، انا ما عنديش مشكله مع حد شخصيه، انا بطلب كل حاجه للعيبه تبقى كويسه ومرتاحين، وفي نفس الوقت ان اللعيبه تبقى مرتاحه، وده انا بطلبه بناء على حاجات انا بشوفها بره وبتعامل معاها بره وبتعامل معاها من غير ما اطلبها انا. فانا لما باجي اطلب حاجه واقول يا جماعه ده الاحسن، انا بقول ده الاحسن بالنسبه للعيبه كلها مش لصلاح كشخص. اول حاجه موضوع الامن او سكيورتي اللي هم يعني اللي انا اتكلمت فيه، او المسؤول يعني الراجل المحامي بتاعي اتكلم فيه معاهم، انا بتكلم عليه على اساسه ان يبقى فيه سكيورتي للمنتخب، وفي حد يبقى معايا، مش كان معايا صلاح يفضل ماشي ورايا يزق الناس، لا انا بس المعسكر الاخير لما جيت المنتخب نمت الساعه 6 الصبح، نزلت افطر ونزلت اتسحر، نازل افطر ونازل اتسحر، قالوا لي معلش ما ينفعش تخرج عشان خاطر لامنك وسلامتك. ليه؟ اللعيبه كلها تحت، لا في ناس تحت زحمه وما ينفعش انت تنزل تحت. ايوه طب ايه المشكله؟ احنا في معسكر منتخب، معلش احنا اسفين، ناس كتيره تحت في الريسبشن وفي القاعه بتاعت الاكل. فانا مش عايز اوجه اتهام لحد معين، بس انا في منتخب مصر ودي فرقه، وطبعا معسكر، والمعسكر بيبقى مغلق، ومفروض ان ما نشوفش حد، ما نشوفش لعيبه. انا مش يعني الناس بتاخدها اللي هو اول حاجه قالوها بعد الكلمتين اللي انا قلتهم، قال لك ده دخلوها في الوطنيه، صلاح مش وطني، صلاح ما بيحبش بلده، صلاح مش عارف ايه، مش عارف ده جابوا الكلام ده ازاي. يعني الناس، انا متاكد ان الناس كويس جدا عارفه علاقتي بيهم، وعلاقتي الحمد لله بالبلد كمن ناحيه وطنيه كمن ناحيه كل حاجه. فما افتكرش ان الناس سمعت الكلام ده كويس، لانهم كمان نزلوا خطاب وبعد كده قالوا الخطاب مش تبعنا، بس انا عارف كويس ان الخطاب تبعكم، الخطاب اللي قالوا فيه المدعو محمد صلاح. ف يعني مش موضوعي، مش هتكلم فيه كتير، انا بس هتكلم في حته السكيورتي. لما تبقى عندك لعيب او لعيبه بتنام 6 الصبح، يبقى انت محتاج، يبقى في مشكله. هو ليه ما يبقاش عندنا قناعه ان احنا ممكن نبقى غلط؟ انا عادي ممكن ابقى في حاجه غلط واعالجها، بس انا ما بطلبش السكيورتي يقعد مع محمد صلاح ينام جنبه. مش عايز انا مع اللعيبه نقعد اتنين في الاوضه، صلاح مش قاعد لوحده في الاوضه. ما بطلبش زيادات عن اللعيبه، ما بطلبش ان انا اروح باوتوبيس لوحدي ولا عربيه لوحدي، ولا عمري اطلب ده، عشان الناس بتفتكر ان انا ممكن اطلب ده. يعني انا ما طلبتش ده ولا عمري هطلب ده، انا طلبت ان يبقى في سكيورتي عشان خاطر النظام في الاوتيل، اللعيبه تخرج براحتها، عايزين يقعدوا في الريسبشن، عايزين يعملوا ده، عايزين يعملوا ده. بالنسبه لكل الناس، مش عارف ليه خدوها ان صلاح لوحده، واضينا ان صلاح خلاص دلوقتي احنا نكبرها، ان صلاح بيتكبر على البلد ومش عايز ينزل، وبتكلموا ان صلاح بقى في ليفربول. فانا في ليفربول بقالي سنه تقريبا بلعب، والحمد لله ماشي كويس بقالي سنه او سنين، يعني الحمد لله الدنيا كويسه، ما عنديش مشكله. مش جاي دلوقتي اللي هو ساعه المعسكر بتاع النايجر مثلا او ايا كان، لا هعمل مشكله عشان خاطر مش عايز انزل، او عشان خاطر اتكبرت، يعني ما اتكبرتش في يوم وليله. تاني حاجه، احنا بعتنا خطابات كتيره طبعا جدا، ما تردش عليها، ما تردش عليها باي شكل من الاشكال، بتتساب بالاسبوع والاسبوعين وبعد كده ترد، اوكي هنرد عليك بعد الاجازه، ماشي هنظبط كل حاجه بعد الاجازه، فما فيش اي حاجه ترد عليها. هم قالوا ان كل حاجه طبعا دي ما حصلتش، وقالوا ان ما فيش حد بيطلع الاوض الساعه 4، انا مش فاهم ازاي، مع انه ممكن تسالوا الاوتيل عادي جدا، ممكن تسالوا اللعيبه، مش عايز ادخل اللعيبه في الموضوع عشان المشكله بتاعتي انا. انا ما طلبتش معامله خاصه من حد، ما طلبتش ان انا اتعامل معامله خاصه، ولا ان انا امشي لوحدي، ولا اعمل ده كله. انا بطلب حاجه بشوفها بعناية انها تتعمل بره، وبشوف ان احنا عندنا الامكانيات وسهل جدا ان احنا نعملها. يعني انا ما... انت ما بتعملش حاجه خارقه ان ما حدش يقدر يعملها. بص على اي فرقه او اي منتخب بره، بتلاقي معاه حد الحرس الخاص بتاعه، الناس بتعمل لهم كل حاجه، بيقعدوا في الاوتيل لوحدهم، بيقعدوا في الريسبشن، بيقعدوا في كل حته، الموضوع بالنسبه لهم سهل. مش لازم عشان لعيبه لازم يبقوا مظلومين وطالع عينهم، يعني لا، ممكن نعيش حياه طبيعيه جدا في المعسكر ونبقى مبسوطين. ده النقطه المهمه اللي، او من اهم النقط اللي كنا بنتكلم عليها النهارده، واحنا كنا بنتكلم عليها يعني. هشوف كاتب نقط. الفكره كلها ان هم كمان واخدين ان المشكله، يعني كل الكلام كله ان اسلوب رامي وحش، اسلوب رامي وحش، او المحامي بتاعي اسلوبه وحش. ما انت في مشكله، حل المشكله وسيبك من اسلوبه. انا ما اعرفش اسلوبه وحش في ايه، مع ان الكتابات كلها دلوقتي في النت ما شاء الله، يعني هم سربوا او الخطابات كلها اتسربت، ومع ان ده قانوني ومش فاهم ازاي، وممنوع ان حاجه زي كده تتسرب. كل حاجه دلوقتي، بعد انا ما قلت ان انا هطلع لايف، كل حاجه دلوقتي بقت تتسربها في الميديا عادي جدا، ان الخطابات دي ما كانتش موجوده اصلا قبل خطابهم هم، او قبل المؤتمر الصحفي بتاعهم هم. الخطابات دلوقتي بقت في الميديا عادي، وشوفوا يا جماعه كلكم عشان عارفين انا اطلع لايف. اوكي.
موضوع ان انا حد يستناني عندي طياره، انا بقصد بيه او المقصود بيه، مش انا اقصد بيه، المقصود بيه ان انا لما بنزل مصر، لما بتيجي تخرج من اي مكان يعني تبقى كله عارف ان بيبقى في زحمه في المكان، لما بتخرج عادي بيبقى في زحمه. انا ما طلبتش ان انا ابقى مع اللعيبه في المعسكر واسيب واحنا مسافرين اروح انا في مكان لوحدي وامشي من طياره لوحدي وعربيه لوحدي، ما فيش الكلام ده كله. انا بتكلم من ساعه وصولي من لندن ان انا يبقى في طريق سهل شويه، في ناس كتير بتعمل VIP، في ناس بتعمل كذا طريقه ان انا اخرج بيها. ده المطلوب منه، ده المطلوب ان انا كنت بطلب منهم كده، ان هو تسهل لي الاجراءات ان انا اخرج شويه، انما ما حدش قال ان اكسر قواعد البلد وما تعملش زي الناس، لا ما حدش طلب ده. بس ما افتكرش ان كل الناس بتيجي تمشي من طريق واحد كله مع بعضه، مش دايما، وما طلبتش غير ان هي تسهيل، انك تسهل الموضوع ده. لكن انا ما اعرفش ازاي ان هو ازاي مع الفرقه تمشي لوحدك، يعني ما اعرفش الكلام ده جه منين، انا ما كتبتوش وما طلبش ومش محطوط في الخطاب ولا اي حاجه. بس هي الفكره كلها ان الكلام لازم يبان شويه للناس، ان محمد ازاي اتغير، ومحمد ازاي بقى ضد البلد، ومحمد ازاي مش عايز ينزل. الناس ما بقتش تصدق الكلام ده، احنا في 2018 لسه بنتكلم ازاي المحامي بتاع الكولومبي بنتكلم في خطاب من اتحاد الكوره ضد لعيب او اتحاد الكوره على حد معين اتذكر فيه كلمه الكولومبي 20 مره واحنا في 2018. فما افتكرش ان ده حاجه كويسه، ان احنا عمالين بس نبين للناس قد ايه ان هو المحامي بتاعه هو سبب المشكله. ما افتكرش ان المحامي بتاعه سبب المشكله. خلوني بس قبل ما اثرد لحضراتكم بعض النقاط اللي جاءت في اللايف تاني، اقول انه يمكن كان في تغريده لرامي عباس، ورامي عباس طبعا المحامي والايجنت الخاص لي او الوكيل الخاص لمحمد صلاح، كان قال انه كل اللي بيتقال من الاتحاد هو كذب ومحاوله لتشويه مطالب محمد صلاح. الحقيقه انه يمكن اثرد محمد صلاح في اللايف فيو التاني اللي عمله على البيج الخاصه به على فيسبوك، انه برضه مطالبه مش شخصيه، وانه امكانيات الاتحاد اكبر من كده، وانه ممكن توفر راحة أكبر للاعبين. ويمكن ذكر مسألة أنه اللعيبة كانت بتنام ليه 6 الصبح، وليه ممكن حد يخش عليه الفجر يخبط علشان عايز صورة، وليه كل ليه مش بيتم توفير كل سبل الراحة اللي ممكن يوفرها اتحاد زي اتحاد الكرة المصري للاعبين في مثل هذه البطولات الضخمة. بنتكلم عن كأس العالم، ونتكلم أن كل الاختراقات اللي يمكن ذكرها محمد صلاح في لايف فيو الأول أو الثاني حدثت خلال معسكر كأس العالم في هذا العام. خلونا نروح نتابع بعض أيضا من أبرز ما جاء على لسان محمد صلاح في اللايف فيو التاني الخاص بهذه الأزمة. تفضل. موضوع ان صلاح بيطلب ان محدش يقابله ومحدش يتصور معاه ومحدش يطلع له الأوضة، ما افتكرش ان في حد، يعني ما افتكرش ان في لعيبة. انا بلعب بره الحمد لله بقالي فتره طويله، وعمر ما شفتها ان حد ممكن يجيب لي حد يطلع يقعد معايا في الاوضه ويتصور معايا ويقعد معايا ويتكلم معايا. مش الموضوع مش موضوع تناك، الموضوع ان انا لعيب وقاعد مع واحد، مع صديقي او لعيب تاني ليا في الاوضه، يعني انهي ازاي لعيب ناس تانية تطلع تسلم عليا وتقعد معايا في الاوضه؟ واللي بيقول لك ما بيحصلش، امال بيحصل مع مين؟ ما انا الشخص اللي بيحصل معايا الحاجات دي، انا الشخص اللي انا بنضر في الحاجات دي. انا تاني برجع اقول انا ما بطلبش امتيازات، انا بطلب الحاجات اللي انا بشوفها بره الحاجات دي. والله انا يعني مش محتاج احلف عشان احنا بنتكلم يعني في موضوع، انا الحاجات دي بتتعمل لي بره، مش عايز اقول صلاح لوحده، بس بتتعمل لي بره من ناس من غير ما اطلبها. انا ما طلبتش اي حاجه من الناس انها تعمل لي دي وبيعملوا لي دي، عشان بيقولوا لي انت وضعك دلوقتي مختلف شويه، فانت لازم واحد اتنين تلاته اربعه. الحاجات دي كلها بتتعمل لي من غير ما اطلبها. في مصر لما اجي اطلبها اصلا مفيش رد. انا ما عنديش مشكله انت تقعد ترد وتاخد وتدي معايا، لا ده مش مطلوب، ده مش هينفع، ده مش هنقدر نعمله، بس الحمد لله عندك كل الامكانيات اللي تعملها. وبالنسبه للمنتخب مش لعيب كصلاح، بالنسبه للمنتخب انك تقدر تعمل الحاجات دي كلها، ودي حاجات صغيره جدا بتسهل لك حاجات، يعني بتخلي اللعيب نفسه مركز في الماتش ومركز في كل حاجه. انا ما طلبتش حاجات، انا مطالب كل حاجه ان انا ابقى في الاوضه، ما حدش يطلع لي في اي وقت، ما حدش يخبط عليا في اي وقت، ما حدش يعني ايه بيرن الجرس وداخل عليا في اي وقت. ده انا كل اللي طلبته، ما طلبتش انا اي حاجه، ومش جاي دلوقتي ان انا استعط في الناس واقول لك بص الحقوني يا جماعه، لا انا بقول لك على مشكله انت اللي طلعت في الاعلام عشان تتكلم فيها، فانا بقول لك هي المشكله 1 2 3. فدلوقتي انا الحاجات اللي طلبتها كلها طلبات عاديه، وكان مشكلتك كمان في الطياره وان احنا نروح ونروح ازاي طياره خاصه، واللعيبه عندها طياره خاصه، عندنا طياره خاصه، الفرقه عندها طياره خاصه، والمنتخب طبعا عنده طياره خاصه، ودي حاجه تحسب للناس اللي بتعمل كده. بس في جزء كبير لازم تبقى فاهمه، اللعيبه لازم تسافر بيزنس وتبقى مرتاحه في اي طياره ايا كانت الطياره.
كل المنتخبات الافارقه بيسافروا في طياره بيزنس، كل المنتخبات. كنت بتكلم على لعيب افريقي معايا في الفرقه طبعا يعني عارفينهم غير ذكر اسامي، بيتكلم كل سفرهم بيزنس، وكل طياره بيركبوها بتبقى بيزنس، عشان اللعيبه لازم تبقى رايحه مرتاحه، مش راكبين جنب بعض ايكونومي وقاعدين بس كل واحد فارد رجله على الثلاث كراسي وكده اسمك انت مرتاح. انا كده مش مرتاح، انا في حاجات صغيره جدا جدا ممكن تبقى يعني حاجات صغيره بس بتفرق جدا مع اللعيبه. اللعيبه لما يبقى رايح 5 6 7 8 ساعات سفر وراكب بس 3 كراسي قاعد حاطط رجله عليهم، ما انا مش فاهم، اللعيبه بتبقى مش مرتاحه. في لعيبه ما بتتكلمش، بس انا دلوقتي واجبي ان انا اتكلم، انا بعتذر تاني، انا مش كابتن فرقه، بس في لعيبه ما بتتكلمش. ف انا مش عايزك تقعدني بيزنس وتقعد اللعيبه ورا اكونومي. انا ما طلبتش ده، انا بقول لك خلي كله ازاي يبقى المنتخب مصر بالاسم ده والحجم ده وانت والامكانيات الموجوده، لان الحمد لله داخل فلوس كتيره جدا بالنسبه للمنتخب بعد صعودنا كاس عالم وايرادات كويسه جدا من السبونسرز والحاجات دي كلها، عندك كل الامكانيات، مفيش حاجه اسمها مش موجوده، كل الامكانيات موجوده. فكل اللي انا بطلب بيه كان حاجه ليا وللمنتخب، ما طلبتش حاجه. اللي قلت صلاح لو في طلب واحد صلاح طلبه ليه شخصيا انه قال اللعيبه ما تاخدش زيه او اللعيبه ما تعملش زيه، قول عليا يعني. افتكر انت قلت كل حاجه في المؤتمر وحاولت تطلع شكلي اللي هو اللي كاره البلد بالشكل اللي انت عايزه، والناس تاكد ان هم مش هيصدقوا ده كله. تلاقي الناس، انا الحمد لله انا عارفه لما صلاح بينزل يأدي المنتخب بيأدي بشكل عامل ازاي وطلع كل حاجه في الملعب يعني. افتكر انا قلت كل حاجه ولو في اي حاجه انا متحملها، واشوفكم على خير. باي باي. بس تعقيب صغير جدا لو تسمحوا لي، يعني هل اللي تم ذكره في هذا الفيديو مش من البديهيات؟ يعني احنا بنتكلم عن ايكونومي وبزنس في طياره خاصه للعيبه رايحه تلعب باسم منتخب مصر مع وجود كل هذه الامكانيات، الدعايه كلنا شفناها والاموال اللي ضخت اعتقد انه يعني كانت واضحه جدا. الحقيقه كما هو واضح خلال هذه الفيديو انه محمد صلاح بيتكلم باسم المنتخب، مش كما تم ذكره انه عايز حارس خاص او 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 كل مش دي المشاكل اعتقد، ولكن بديهيات المعسكر انه حد يدخل على لعيب الساعه 6 الصبح علشان يتصور معاه وهو عنده ماتش بعد الظهر. طب ايه يا جماعه؟ بنتكلم في ايكونومي، يعني ده اقل المنتخبات الافريقيه طياره خاصه، يعني ايكونومي وبزنس بقت هي دي المشكله، ان احنا مسافرين ايكونومي ولا بزنس؟ اعتقد انه المشكله ما اتحلتش من جذورها اصلا في 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 في, في الواقعه الاولى، يعني المشكله بتكمن انه او تجديد المشكله او تجدد هذه المشكله بتكمن ان المشكله ما اتحلتش من جذورها في الواقعه الاولى لما كان في مشكله بين الاتحاد ومحمد صلاح على صوره وعلى مشابه. الحقيقه انه ما فيش شفافيه لانه احنا مش عارفين كمواطنين ايه هي المشكله، ايه اسبابها، اتحلت ازاي. احنا يا جماعه حصل النهارده مشكله، بكره قالوا ان هي اتحلت، ايه بقى اساس المشكله وجذورها واتحلت ازاي؟ لا احنا عارفين انه معالي الوزير اتدخل في حل المشكله واحنا كنا داخلين كاس عالم فالاهتمام كان بكاس العالم ومبسوطين ان احنا صعدنا و و و بس شفافيه الموضوع والله يا جماعه المشاكل كذا واتحلت بهذه الطرق، اعتقد يعني اعتقد انه ده ادى الى تجدد هذه الازمه بهذا الشكل. خلونا نستقبل اول مداخلاتنا، استاذ خالد لطيف عضو اتحاد الكره. استاذ خالد اهلا بيك. اهلا بيك يا لنا، واهلا بكل مشاهدينك، واهلا بكل اللي بيشوفوا. اهلا بحضرتك يا فندم. تعقيب حضراتكم ايه يا فندم على اللايف فيوز او الفيديوز اللي خرج بيها محمد صلاح ردا على البيانات؟ لا والله انا عايز اتكلم في 3 نقاط مختلفه، ومحيط باذن الله يعني وقت يتسع ان انا اتكلم باستفاضه عن كل حاجه. اتفضل. النقطه الاولى اللي عايز اوضحها جدا، ان يمكن نزل بعض التصريحات على الثاني وبعض كلام على الثاني والكتابات في احدى الحسابات المزوره في تويتر باسمي. المضحك بالنسبه لي انا ان انا ما عنديش اساسا حساب على تويتر، ويمكن كلام كتير جدا نزل وتصريحات على الثاني وبيانات هتنزل بعد شويه وبيانات نزلت قبل كده وغيروا البيان وبهاجم محمد صلاح. بالعكس انا اساسا ما عنديش تويتر، بيفكرني بالظبط بمصلحه عادل امام، انا اساسا ما عنديش قد التليفون، انا ما عنديش تويتر. ومن هنا يعني انا الفتره دي استاذ خالد يمكن الكثير من البيانات خرجت والتصريحات من عده شخصيات في وسط لا الكره المصريه. لا المفروض بيبقى موثق
ببعض البيانات الخاصه بيكي السريه اللي بتتاكد تويتر. يعني التصريحات اللي خرجت مش عن لسان حضرتك. فبرضو دي واضحه لان بالنسبه لي ده شيء مزعج جدا جدا، لان طبعا انا خارج طبيب، انا اتصرح يمكن عن نجم من نجوم منتخب مصر، مش نجم من نجوم منتخب مصر بس نجم من نجوم كره القدم على مستوى العالم، باي تصريح يسيء لي او لفريق او لاي لاعب في لعيبه المنتخب، وهتخذ الاجراءات القانونيه اللي هتحفظ لي حقي تمام القانوني ده والشكل القانوني والادبي والمعنوي بالنسبه لي. فدي نقطه لازم اوضحها. اتفضل. النقطه الثانيه بمنتهى الصراحه وبدون لف ودوران، مين فينا ما بيحبش محمد صلاح؟ مفيش حد في مصر ما بيحبش محمد صلاح. مفيش حد في مصر ما بيحبش محمد صلاح على مستوى الجمهور، مستوى الشعب، مستوى المسؤولين، على مستوى كبار. استاذ خالد بعد اذن حضرتك، يعني احنا كلنا بنحبه، يمكن من 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 حب المصريين اكيد الازمه يعني ممكن كانت تبقى بشكل تاني، بس هي بالنسبه لنا هي ازمه راي عام لانه من حبنا فيه. بس انا حابه اتكلم معاك في 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 صلب المشكله اللي يمكن اتكلم فيها محمد صلاح في الفيديوز، وخرجتم حضراتكم ببيانات، ولكن عايز اعرف الرد الاخير على هذه الفيديوز. انا جالي في الكلام، بس زي ما انا قلت لحضرتك اديني مساحه هوضح لك كل النقاط اللي انت عايز تسالي فيها هرد عليها بالتفصيل. محمد بالنسبه لنا او بالنسبه لي على المستوى الشخصي، واعتقد لكل الملايين المصريين، محمد صلاح هو قيمه كبيره جدا 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 بتعبر عن مصر، مش في كره القدم بس بل تعدى حدود كره القدم. وده يمكن انا لمست نفسي وشفته في الاربع ايام فقط اللي انا حضرت يمكن فيهم لقاء مصر وروسيا في كاس العالم. محمد صلاح نجم، وبلا شك ان النجم لابد ان يتعامل معاه من خلص. يمكن انا شفت جزء من الفيديو الاولاني مش كامل، اعتقد جزء من الفيديو الثاني، قصه ان ازاي نحافظ على الهدوء والتركيز. بلا شك احنا كمسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم عندنا كل الحرص، خلينا نتكلم بامان عشان نقدر نتكلم على اللي فات عشان نعرف نكمل صح في اللي جاي. عندك بعض الخروج في كاس العالم الماضيه، انا يمكن اول من خرجت من اعضاء مجلس الاداره قلت هناك بعض اخطاء. المشكله يا فندم ان احنا لما كاعلام تابعنا هذه او مسائل الخروج عن السياق في المعسكر، تم التكذيب بشكل كلي وانه لا وما حصلش وما كانش في ناس بتدخل المعسكر، وانه ما كانش في ناس بتخبط على اوض النوم، والموضوع مفصول بشكل كامل، وانه ما فيش جمهور بيدخل. بس من الواضح انه لا، كان في جمهور بيبات في الاوض يا فندم. بصي، من الواضح انا يمكن انا سمعت محمد صلاح، انا زي ما انا قلت لك انا كنت بس اربع ايام فقط في كاس العالم مش الفتره كلها، يمكن حضرت لقاء مصر وروسيا فقط، لكن محمد في الاخر هو ابن من ابناء مصر، محمد في الاخر هو عايز مصلحه منتخب مصر. خليني اقول لحضرتك انه في الفيديو الاول كان بيتكلم عن مساله انه المساله مش شخصيه، وانه عايز تامين للمعسكر ككل او المنتخب ككل، ومش له كمحمد صلاح. وعلى فكرة والفيديو الثاني بعد اذنك يا استاذ، مش طلب محمد، اكيد مش طلب محمد صلاح، ده طلبنا كلنا. الفيديو الثاني كان بيتكلم عن امكانيات الاتحاد، انه الاتحاد عنده امكانيات توفر للعيبه يمكن وسائل اوفر او سبل راحه اكبر من كده. بنتكلم عن مسائل بديهيه زي طياره بزنس كلاس وايكونومي كلاس، يعني مسائل بديهيه جدا. هقول لحضرتك بلا شك، يعني من اعلى مسؤول في الدوله يكفينا شرفا ان سياده الرئيس لما استقبلنا في مطار القاهره قبل سفرنا لكاس العالم كان عنده بالغ الاهتمام بمنتخبنا الوطني وبنجوم منتخبنا الوطني ومشاركتنا في كاس العالم. في اعتقادي لا الدوله مش هتساعد وهتبقى حريصه كل الحرص على ظهور منتخب مصر وتوفير له كل الوسائل سواء الهدوء او التركيز او ولا الاتحاد المصري لكره القدم ولا اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، لان في النهايه هي بتصب في مصلحه مصر وبتصب في مصلحه منتخب مصر. استاذ خالد، محمد اتكلم في كذا نقطه في الفيديو انا معاه جدا فيهم، سواء الهدوء او التركيز او عدم طرق الابواب الغرف المفجر بكره في ماتش زي ما انا سمعت او شفت في بعض لحظات الفيديو. بلا شك كلام مهم جدا، حتى لما جاي من لندن بعد عودته من ليفربول اثناء انضمامه لمنتخب مصر، او توفير وسائل الحمايه اللازمه لمحمد صلاح نجمنا ان هو يصل للمنتخب باحسن حاله فنيه وبدنيه. اعتقادي الشخصي ده مش مطلب محمد صلاح، لا ده حرصنا احنا كل الحرص كمسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم على توفيره لجميع اللاعبين، وطبعا نجمنا محمد صلاح بلاش.
الحقيقه ان البيان يا فندم اللي خرج من الاتحاد اتكلم كتير عن طرف ثالث، وطبعا طرف ثالث بالاشاره الى المحامي الخاص بمحمد. ليه في محاوله لتصدير المشكله الى انها مشكله او ازمه مع المحامي او الايجنت او الوكيل او في طريقه المحامي في خلال بياناته او ايميلاته مش مع محمد صلاح؟ بصي مع ان ده بيمثل ده يا فندم، انا بكلم حضرتك، وده برضو يعني مش شيء غريب بالنسبه لي ان انا خارج بره حدود جمهوريه مصر العربيه وما حضرتش اجتماع النهارده وما شفتش البيان اللي يمكن حضرتك بتتكلمي فيه او لكن رغم كل ده لاقيين حاجات حملات ممنهجه من وجهه نظري لتشويه صوره الاتحاد المصري لكره القدم. في نفس الوقت بعض الحملات المضاده عشان نجمنا محمد صلاح، بالعكس الاتحاد المصري لكره القدم هو منتخب مصر، هو محمد صلاح، هي مصر، كلنا حاجه واحده، كلنا هننجح يا كلنا لا قدر الله، لا قدر الله مش هننجح بالشكل اللي احنا بنتمناه. يمكن ايا كان السبب وايا كان طرف ثالث طرف ثاني طرف رابع، انا كل اللي يهمني ان علاقه المهندس هاني بوريجا او كل اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم مع نجمنا الكبير محمد صلاح تكون في احسن حال، ان احنا نوفر لمحمد صلاح وبقيه لاعبي المنتخب كل الوسائل اللي تخليهم اكثر تركيزا واكثر هدوءا واكثر حاله فنيه وبدنيه في كل المعسكرات وفي كل المباريات. استاذ خالد ممكن يعني عايز اسالك سؤال، هل حضرتك متفق مع كامل اللي جه في بيان الاتحاد؟ استنى حضرتك يا فندم، بس حضرتك هل حضرتك متفق مع كامل اللي جه في بيان الاتحاد في هذه الازمه؟ طالما البيان طالع من الاتحاد كرة القدم وهو يعبر عن مجلس الإدارة أكيد بلا شك، لكن اللي أنا بقوله لحضرتك إن إحنا لازم نوفر كل الوسائل لمحمد صلاح. هل مفيش لدى حضراتكم هذه الإمكانيات لتوفير هذه السبل للعيبة؟ لا عندنا طبعا، بأمانة أنا يعني أنا متفق جدا مع محمد صلاح إن أنت حتى لو لجأ يعني تحتكم الأمر إن إحنا نجيب حرس خاص لمنتخبنا الوطني ما يركبش فيها غير الجهاز الفني واللاعبين فقط، فنادق ما نقعدش فيها غير اللاعبين والجهاز الفني فقط دون دخول اي من الافراد من خارج المعسكر، اعتقد الشخصي دي كلها وسائل متاحه جدا لينا كاتحاد مصر لكره القدم، وباكد لحضرتك ان اكيد كلنا هنفهم ان احنا طيب. الحقيقه انه في البيان تم ذكر انه مطالب محمد صلاح هي مطالب غير مقبوله ومطالب خاصه، على الرغم انه رده في اللايف فيو واللي حضرتك حتى تابعته وقلت ان هي مطالب مشروعه جدا، هي مطالب عامه للمعسكر وللعيبه ككل، وهو حتى خلال حديثه كان دايما بيقول انا بعتذر انا مش كابتن الفريق ولكن انا لازم اتكلم، حضرتك حتى ذكرت ان هي مطالب عامه ومشروعه جدا يا فندم. اللي انا شفته في الفيديو ده، لكن زي ما قلت لحضرتك انا بره مصر ما حضرش الاجتماع، ايوه مش كل الالمام بالمواضيع، يعني اتمنى ان حضرتك تكلمي حد يكون حاضر يمكن عنده الالمام بالمواضيع كلها، بس انا دخلت عشان اوضح بعض الحاجات الخاصه اللي انا شخصيا ونفتها تماما. الحقيقه يا فندم احنا كلمنا معظم اعضاء الاتحاد بس هم رفضوا يتكلموا يعني. لا والله بصي انا يعني عاده بتكلم لان بامانه انا بتكلم كمصري قبل ما اكون عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وانا يهمني ان ما افكرش حتى على حساب مزيف باسمي حاجه تمس نجمنا ونجم منتخب مصر محمد صلاح، فانا كنت طالب عشان يعني لما قالوا لي ان حضرتك هتكلميني ان انا اكد ان هذا الحساب مزور داخل الاجراءات القانونيه عشان اشوف مين اللي بيعمل ده، لان تشويه سمعه محمد صلاح من وجهه نظر انا لتشويه سمعه منتخبنا الوطني ومن ثم تشويه سمعه مصر ان محمد هو نجم مصر سفير. اشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد لطيف عضو اتحاد الكره، برضو ينضم الينا عبر الهاتف الناقد الرياضي استاذ ايهاب الخطيب. استاذ ايهاب اهلا بيك، تعليقك يا فندم على الفيديوز على البيانات اللي خرجت من اتحاد الكره، الازمه وصلت لفين لغايه دلوقتي؟ تحياتي لحضرتك استاذ لما وتحياتي للكابتن خالد لطيف وكل مشاهدينك الكرام. خلينا اقول لحضرتك كلنا خسرانين من اللي بيحصل، المشهد مؤسف جدا، لان يعني المشهد تحدى كل خط الميديا العالميه، حضرتك مفيش وكاله عالميه ايا كان الليفل بتاعها او اسمها الا متابعه الاحداث زينا بالظبط كده، وابتدت حتى الوسائل الاعلام العالميه الكبيره تبدا تقول لك شكوك حول مشاركه صلاح في مباراه المنتخب الجايه، كل بقى واحد يكتب بالطريقه اللي هو عايزها. ولكن في الاخر انا بقول لحضرتك كلنا خسرانين من هذا المشهد المؤسف، شايف ان صلاح يعني ممكن وكيله كان يعمل الكلام ده اللي هو بيقول عليه، انما لكن صلاح عشان يوضح هذا الامر ويضغط ويخش في هذه المعركه بهذا الشكل، اعتقد ان هو محتاج تركيز جدا في الفتره اللي جايه
مع ليفربول، محتاج تركيز مع منتخب مصر، محتاج تركيز في الجائزة الكبيرة اللي مرشح ليها كواحد أفضل اللاعبين في أوروبا في هذا التوقيت. صلاح خسران كتير قوي من المشهد، وإحنا كلنا خسران كتير قوي من المشهد. تعال أذكرك بأساطير الكرة الأفريقية، سواء ميلا أو جورج ويا أو كل النجوم. جورج ويا أفضل لاعب في العالم، هو لاعب أفريقي. الناس دي عملت إيه مع منتخبات بلدها واشتغلت إزاي؟ ليس يعني تقليلا من جهود محمد صلاح، انا واحد من عشاق محمد صلاح وكلنا من عشاق محمد صلاح، لكن في قواعد حضرتك. احنا ما بنخترعش العجله، احنا ما بنخترعش العجله خالص. يعني في نجوم كبار جدا بيلعبوا في انديه كبيره جدا وبيلعبوا في منتخبات بلدها، فكل حاجه ليها قواعد والرولز بتاعتها. انا اعتقد ان لجوء الطرفين للقواعد ده مش جديد، لكن انا يؤسفني ان اقول مين خرج عن القواعد هنا يا استاذ ايهاب. احنا هنا في طرفين ربما يكون في خروج عن القواعد شويه من اتحاد الكوره ومن محمد صلاح، لان لازم تبقى في حقوق. احنا كلنا واخديننا في طرف تاني، تعالوا نشوف ايه حقوق اتحاد الكوره وايه حقوق محمد صلاح. زمان كنا بنعملها بالحب، يقول لك ده لاعب منتخب مصري فلازم كذا. لا ما بقاش ينفع دلوقتي مساله الحب، هو لاعب عالمي ومحترف وفي ايجنت ومعرفش البيان، او اتحاد الكوره متمسك بموضوع الطرف الثالث يعني. ما انا عايز اقول لحضرتك يمكن محمد وضح في الفيديوز وقال ان انا مفيش طرف ثالث، هو الوكيل يعني انا وانا يعني الوكيل. طبعا هو بيمثله يعني. وده 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 كلام منطقي من محمد، لكن هو الـ 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 الامر اللي على الساحه. انا عايز اقول لحضرتك بس عشان بعيدا عن قصه البودي جاردز والعربيه و و و في حاجات مثلا اللوائح ما تحتمهاش لاي لاعب في العالم مش لصلاح بس. يعني احنا بنتكلم هنا، الوكيل ده لما اتكلم عن صلاح ولا اتكلم عن كل لعيبه مصر؟ اتكلم عن صلاح بس، هو بعت الخطاب ده عشان اللعيب بتاعه محمد صلاح. النهارده الفيديوهات مختلفه، محمد بيتكلم انا وكل اللعيبه. هل دلوقتي القصه لعيب ولا المنتخب؟ قصه المنتخب والقصه لعيب. يبقى انا النهارده لازم الم الكلام ده كله علشان اقف على ارض الصلبه. الارض الصلبه انا انت حضرتك بتتكلمي الماتش الجاي يوم 8 9، مفيش وقت خالص. هو يا فندم هل من حق وكيل محمد صلاح انه يتكلم باسم المنتخب؟ ولكن اعتقد ان نفس المطالب اللي طلبها الوكيل هي اللي طلبها محمد صلاح، ولكن باسم المنتخب كفرد او كلعيب من من هذه المنظومه. مش من حقه. ولا محمد صلاح من حقه يتكلم باسم المنتخب؟ ومحمد يتكلم باسم المنتخب. وده حصل يا فندم. محمد يتكلم باسم المنتخب من حقه، ولكن انا في الاخر النهارده ان انا لما ابدا اجمع التجميع بيبقى فيها مشكله دلوقتي. المشكله دلوقتي انا شايف اننا بنبعد بعيد شويه، لان احنا مش هينفع كلنا نترشق على شاشات الفضائيات، ولا الاتحاد يطلع بيانات، ولا محمد. اعتقد كله لازم يقفل بابه عند هذا الحد. نقطه اخيره، تعليقك على البيان اللي صادر عن اتحاد الكوره. اتحاد الكوره قال هيرد ويشوف البيانات، في بيانات منطقيه. يعني قصه حضرتك انا هلخصها لك، الازمه دي كلها ازمه ماليه فقط ازمه ماليه. الطلبات اللي هو حقه يطلبها طالما شايف ان وفروا الامان. لكن هو سؤال برضه لمحمد صلاح، ليه ما قلناش ان معسكرات المنتخب لا تليق، وان في سهر حتى 4 الفجر و6 الصبح في الفترات اللي فاتت؟ ليه في هذا التوقيت كان من الاجدى ومن الامانه اننا نتكلم من بدري ونقول ان احنا عندنا مشاكل؟ فانا شايف دلوقتي ان لازم ما يمكن يا فندم. ما هو قال، ما هي اصلا كانت سبب التويت انه ما بيتردش عليه. ما هو حاول ان هو يتكلم وحاول ان هو يبعت ايميلز قبل ما الموضوع يتصعد انه يبقى على اللايف فيوز وتبقى بيانات على الشاشات. كويس. انا بس اللي انا شايفه دلوقتي ان لو ما لحقناش ونلم الموضوع بالشكل الاحترافي، برضه مش هنلمه بلد هنلمه بالحب، لا بالعكس. تعالى القواعد والرولز بتقول كذا، اللي ليك هتاخده واكتر. يعني انا شايف ان محمد صلاح يستحق انه ياخد اكتر من اللي بيطلبه. يعني 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 توفر له كل حاجه، لان الراجل ما بيبخلش على المنتخب المصري حاجه، هو واحد من نجوم العالم. فايضا عند صلاح روح على اتحاد الكوره، ويبدو زي ما كنت سامع حضرتك في المقدمه ان مشكله ما اتقفلتش صح في المره الاولى. وطالما حضرتك مش اول مشكله صح وفضلت مكمله، لازم هيكون في مشاكل في الفتره الجايه. لكن كده كفايه، كده كفايه فيديوهات، كده كفايه بيانات، كده كفايه كلام. في وزير شباب ورياضه يجمع الاطراف وتهدى الدنيا خالص، وفي قواعد موجوده احنا ما بنخترعهاش في الاتحاد الدولي. كل واحد ياخد حقوقه، وانا شايف ان محمد صلاح ياخد كمان اكتر من حقوق لراحه كل اللاعبين. وشايف اننا تتوقع ان الموضوع يتم تصعيده اكتر من ذلك؟ بكره هنشوف تصعيد تاني اكتر من كده كمان. في اي اتجاه؟ لان مفيش حلول، لان حضرتك مفيش حلول. حضرتك شايفه حلول؟ احنا كل واحد دلوقتي بيقول من وجهه نظره، لكن ما عندناش حلول. فاحنا لازم نشوف حل. هو كل واحد دلوقتي طلع بيوضح خد بالك دلوقتي اصعب حاجه احنا حطينا نفسها
اننا بنخلي الجمهور هو الحكم. حضرتك عارفه يعني ايه بنخلي الجمهور هو الحكم؟ يعني اتحاد الكره بيطلع بيانات في الميديا علشان الجمهور يرد، ومحمد صلاح بيكلم الجمهور عشان الجمهور يرد، وكل واحد بيقول لك احنا بنوضح بالشفافيه. كده اكبر غلط، لان الجمهور يعني ما ينفعش يحكم في حاجه زي كده، بالعكس. فبالتالي لا صلاح قال حلول ولا اتحاد الكره قال حلول. ما هي اعتقد انه الحلول مش في ايد محمد صلاح كلاعب في المنتخب المصري بالضبط، لكن عنده حلول اخرى، انه خلاص يعني نخاطب بعض مباشره بعيد عن الجمهور، التسلح بالجمهور سواء اتحاد الكوره يبعت خطابات تكون فيها الخطابات اللي اتبعتت تروح للناس بالشكل اللي صلاح عنجهي شويه والكلام ده فهمها، فصلاح يطلع يفسر يقول لا ده انا طول عمري حته كذا، ترجع الناس تقول لك اصل هو مش عايز يتصور مع الناس، هو بيتعالى على الناس. بالعكس، صلاح بسيط ومتواضع، وانا اعتقد ان احنا عندنا سوء اداره للازمه. اكتر حاجه اقدر اقولها ان احنا عندنا فعلا سوء اداره لازمه محمد صلاح، ولازم الاطراف كلها تقعد. خليني اقول لحضرتك معايا على الهاتف انه في معلومه كده ان وزير الرياضه بيجري اتصالات مع محمد صلاح ووكيله وكافه الاطراف لحل الازمه. يعني بالفعل وزير الرياضه تدخل، ده خبر حصري لهنا العاصمه، انه بالفعل في بدايه تدخلات من وزير الرياضه لحل هذه الازمه. واعتقد انه هذه المساله حصلت قبل كده، بس نتمنى انه الازمه تحل بشكل اكثر شفافيه للناس، وانه تحل من جذورها، لانه لو حلت علشان المباراه القادمه وعلشان نقل الموضوع دلوقتي وعلشان نعدي الدنيا لغايه ما المباراه تخلص ويشارك محمد صلاح، وانه الازمه تبقى ازمه ان هو مش وطني وتفتعل بشكل غريب، الحقيقه مش هتتحل، هترجع تاني. مش وطني. لا، صلاح ما ينفعش حد يقول عليه انه مش وطني. يعني بصراحه انا بس عايز اثبت قصه الوطنيه ومش الوطنيه. كل لعيبه مصر وطنيين، محمد صلاح يعني ابو الوطنيه كلها، وعايز اخد القصه في سياقها الاساسي، في سياق الاختلاف الاعلاني، تستقل الاختلاف الطلبات الشخصية. مش عايز اوديها يعني كلهم حريصين على منتخب مصر سواء كان اتحاد الكرة او محمد صلاح، لكن ناخد تدخل المهم اللي حضرتك دلوقتي الوزير الشباب مهم جدا الدكتور اشرف صبحي. انا اعتقد انه هيقدر يلم الكلام ده، لان كفاية كده، كفاية الموضوع يتصاعد اكتر من كده، ولان الفترة اللي بقى مش محتاجين الا التركيز، وعدم التركيز ده يضرنا كلنا، صلاح يضر المنتخب. تمام، رسالات المباراة المقبلة. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إيهاب الخطيب الناقد الرياضي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، أكون في انتظار حضراتكم بعد هذه الفاصل أو بعد هذا الفاصل لأول فقراتنا، وأزمة أو مسألة ملف التحرش والقانون الخاص به وآخر ما يخص هذه المسألة. تفضلوا.